سعيدة شرف وحدة من الفنانات المميزات اللي كيتمتعوا بحضور قوي على المسرح، خصوصا وانها من الاسماء اللي لها قدرة كبيرة على تقديم عروض غنائية لساعات طويلة. الطاقة كنشدها من عند جمهوري، يعني ما اكيد كنشوف عيني الجمهوري، كنستمد منهم الطاقة ونستمد منهم حبهم، كيزيد يعطيني كيقويني اكثر ونعطي اكثر. مع كلامنا على حضور سعيدة شرف وامكانياتها على خشبة المسرح، كان لنا وقفة مع اغنيتها باش وعلاش اللي حققت نجاح كبير. باش وعلاش شادني في الرادار. كنقول في أجمل مقطع عندي باش وعلاش، من الغيرة بعيدة اسمي سعيدة، باش وعلاش قلت إني غايرة. الاهتمام الكبير للصحفيين بهذه الفنانة سواء على المستوى الفني أو الشخصي دفعنا للسؤال على موقفها من الصحافة، واش كتشوف أنه نصفتها على غرار غيرها من النجوم. لا، الصحافة نصفتني في شي حوايج وأسأت لي في شي حوايج، ولكن هي مهنتي القديمة ما نقدرش نأديها ونقول شي كلمة، لأنه كيف ما كان أنا نصي فنانة ونصي صحفية. سعيدة المعروفة بصداقتها في المجال الفني وروحها الطيبة، كشفت لنا حصريا اسم الفنان اللي كربطها به موقف إنساني واللي قدم لها الدعم. حاج يونس، يعني ما عمري ننساه، يعني كنت في أولي وجيت ومن الناس اللي دعموني ووصلوني للأماكن كبيرة والأشياء كبيرة. حديثنا مع سعيدة موقفش عند الحد، وخلال كلامنا معها تذكرنا العبارة اللي نشرتها على حسابها بالإنستغرام اللي كتقول فيها تعليقك يعكس شخصيتك، أي تعليق تافه بلوك، الشيء اللي دفعنا للسؤال حول أفضل وأسوأ تعليق جاها. قربوا من سعيدة باش تعرفوها، يعني واحد قالهم قربوا من سعيدة باش تعرفوا حقيقتها، ما كتعرفوهاش. خيب تعليق هو كيقولوا لي يعني مثلا على جمالي أو وجهي أو كذا، كيقول لك لا ياك ماشي تجميل ياك ماشي كذا، وخاص الإنسان يجي عايش. سعيدة أفضل الأنشطة الكثيرة اللي كتقوم بها، إلى أنه ما خفاتش علينا الوقت اللي كتحس به في سلام النفسي. سلام النفسي هو ملي كندخل داري وكنعنق وليداتي بجوج وكنعس.